فما زخم جماهيري كبير برشا دابا فيكم. أول حاجة السلام عليكم. نظن اليوم مباراة الترجي التونسي، مباراة بين أشقاء، ديربي مغاربي. الحمد لله نظن اليوم كما كنا قادرين نفوزوا المباراة كما كنا قادرين نخسروا هذه المباراة، الحمد لله نظن مردود تاع الفريق، نظن نقدم الشيء اللي عليه. هذه نظن رانا فريقين الاثنين يستاهلوا الكاليفيكاسيون هذه، إن شاء الله حد أوفر شباب الوزاد والترجي التونسي في الدور القادم. الدور القادم بطبيعة الحال كما برمي لي 8 ميور ايكيب اون افريك، يعني 8 احسن فرق في افريقيا، ما فماش اختيار لهذيك. شوف والله ما فيهاش اختيار، الفرق كل قويه اللي تاهلت، نظن المستوى متقارب بين الفرق، نظن اللي يكون محضر بيان واللي يكون اكثر تركيز حيفوز، حيتاهل للدور نصف النهائي، حتكون مباراه ذهاب وعوده، نظن اللي حيكون مركز اكثر هو اللي حيفوز بالنهائي. كلمه جماهير السي ار بي شنو تقول لهم؟ باش تهضروا في الانكار، شنو يحبون يعملوا في الانكار؟ نقول لهم يعطيهم الصحة على الديبلاسمون هذا من الجزائر لتونس، إن شاء الله لي ماتش جايين تاع الشامبيونان، إن شاء الله نحافظوا على الصدارة، إن شاء الله نروحوا أبعد حد في كأس أفريقيا هذا العام إن شاء الله. والله مباراة خوية، والله مباراة كما نقولوا مباراة رائعة، نظن سواء جمهور الترجي ولا جمهور شباب الوزداد، نظن يعطيهم الصحة مشكورين وصحة رمضان وصحة أيضا. والله شوف الحدود كل فرق متساوية، داك راك تعرف أفريقيا، داك الأهلي المصري تأهل، صن داونز متأهل، سيمبا متأهل، الرجاء متأهل، شباب بلوزداد متأهل، كل فرق اللي متأهلة فرق قوية، ما تقدرش تكهن شكون حيفوز بكأس أفريقيا، نظن اللي يكون محضر أكثر هو اللي حيفوز بكأس أفريقيا.